مباراة صعبة رغم الغيابات، رغم الإصابات، رغم الإكراهات اللي كانوا، فالدراري قدموا مباراة كبيرة. ماشي نهاية الزمن، نهاية العالم إن شاء الله، هذه دي بداية ديال الكرة المغربية وتوهج الكرة المغربية إن شاء الله. مازال كنتظر المباراة ديال الترشيب، إن شاء الله نوجدوا لها في ما أمكن، نكونوا موجودين إن شاء الله باش ما أمكن نحسموها في صالحنا إن شاء الله، ونفرحوا بها الجمهور ديالنا اللي أكثر اللي حضر بكثافة هذه البطولة هذه وساندنا بقوة. وكنشاهدوا اليوم كنقول لهم مازال ان شاء الله هذه البدايه ديال الكره المغربيه ان شاء الله في التوهج.